السلام عليكم درسنا النهاردة هو انسوز يومو الترجمة الحرفية لي هي تليين الحرف الساكن بير كلمة ب تش ت ك حرف لري إلى بيترس وانلو إلى باش بير اك alırsa بو harfler ب ج د ج يمشى جاى حرف لرينى دونشور. بو بوؤلايا انسز مص دنير بمعنى ان الكلمه لو انتهت بحرف من حروف الساكنه التاليه وهي ق تش ت ك وجبعدها لاحقا بتبدا بحرف صوتي بتتحول الحروف دي من با الى ب ومن تش الى ج ومن T ile D, o men K ile G, ou yumuşak G. Örnek, kitap, kitabım, dolap, dolap, dolabım, ağaç, ağaca, ilaç, ilacı, porç, borcum. كانت كانض كرت كردن إمتى بحول حرف ك إلى ج؟ وإمتى بحول حرف ك إلى مشجع. لو ج حرف ن قبل حرف ك هنحول حرف الك إلى ج أرنك مثال رنك رنجي أهنك أهنجي بخلاف كده وبعيدا عن حرف النا اي حرف تاني هيكون موجود قبل حرف الك هيتحول حرف الك الى يوم مشجع ارنك مثال توبراك توبرا دوراك دورا دقة دلم أركاداشلر بعض تيك هجلي كلمة لاردة يمشما والماس ولازم ناخد بالنا ان القاعدة دي ليها استثناءات ومنها الكلمات ذات المقطع الصوتي الواحد يعني الكلمات اللي بتحتوي على حرف صوتي واحد الكلمات دي بالرغم من انها بتنتهي بحرف من الحروف الاربعة اللي احنا ذكرناها الا انها مش بتتغير لما بيتصل بيها حرف صوتي ارنك مثال ات اتي سوت سوتا ساتش ساتشن بعض ياباني كلمالير ده يمشاما جرول وكمان بعض الكلمات الأجنبية مش بينطبق عليها القاعدة دي ارنك مثال هوكوك هوكوكو ديفلت ديفلت أزال اسم لرين سنون دا بولونان سرد أمسوز لر يزار يمشاماز وكنور يمشار بمعنى ان بعض الاسماء الخاصه اللي بتنتهي بحرف من الحروف الأربعة اللي إحنا ذكرناها عند الكتابة مش بيتغير شكل الحرف ولكن عند النطق بيتغير الحرف. أرنك مثال كلمة مهمات، كلمة مهمات انتهت بحرف ت واتصل بيها لاحقة بتبدأ بحرف صوتي وهي إيه، في الكتابة هيفضل شكلها زي ما هو ولكن لما أنطقها هنطقها مهما ده. ملك بتنتهي بحرف ك واتصل بيها لاحقة بتبدأ بحرف صوتي هكتبها زي ما هي مش هتتغير ولكن هنطقها ملايا كلمة ميراج كلمة ميراج انتهت بحرف ت واتصل بيها لاحقة بتبدأ بحرف صوتي في الكتابة هتظل كما هي ولكن لما انطقها هنطقها ميراجن وبكده يكون انتهى درسنا النهارده والسلام عليكم ورحمه الله